أنا الخيار الرئاسيات كخيار رانا معارخ خيار الرئاسيات باعتباره المخرج الوحيد، ما كانش مخرج واحد آخر. تمنينا أن يكون هذا المخرج يعني في إطار توافق وطني، في إطار توفير شروط نجاح هذا الموعد الانتخابي، لكن مع الأسف الشديد أنه ما كانش فيه، سواء كان تقصير من الطبقة السياسية والمجتمع المدني في تقديم البدائل المطلوبة في الوقت المناسب وبالسرعة اللازمة. نحن أمام واقع نتعاطى مع هذا الواقع بالإيجابية المطلوبة، لأنه إذا لم يكن هناك القدرة على تغيير هذا الواقع أو تقديم بديل، فيجب أن لا نفتح البلد على المجهول. وبالتالي نحن نناقش الموضوع من ناحية المبدئية، على أنه الآن في ترتيب الأمور نعتقد أن المصلحة العامة للجزائر تمر قبل كل اعتبار شخصي أو فئوي أو حزبي، ولذلك نحن يجب أن نعمل على أن تكون هذه الانتخابات محك تاريخي للجزائر. هذه الصيغة سيقررها المجلس في دورته، هذه يقرر الصيغة التي يتم بها المشاركة في هذه الانتخابات.